إلى جانب مصطفى حاجي في كرة المغربي أحمد فرس محمد تيمومي وغيره. نور الآن، لا نور صوب ونور سجل، نور صوب التصويبة الأولى لنور والهدف التاسع لنجوم الدوري السعودي، ونور يضيء الطريق للجميع أولا للأيتام، للأيتام طريق الأيتام، كل نور كل نور، محمد نور وضع الكرة بشكل ممتاز وهدف تاسع، هدف جميل صنع الكثير وحان وقت التسجيل، 9 أهداف مقابل هدفين، نور خطوة نظرة حركة ثم التصويبة من القائد محمد نور في المكان اللي ظهر منه نور.